كتاب الصرف من سلسلة تعليم اللغة العربية من المعهد اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية في الرياض. الوحدة الأولى، الدرس الأول، الكلمات الجديدة والمصطلحات الجديدة. الكلمات الجديدة، المقصود بالكلمات الجديدة يعني الكلمات الجديدة في اللغة العربية. ما معنى عظم يعظم، ثواب، قرب يقرب، حرم يحرم، خطب يخطب. المصطلحات الجديدة، أوزان، حركة، فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل، الفتحة، الفعل الماضي الثلاثي، الكسرة، مفتوح، مضموم، مكسور. صلاة الجمعة. قالت هند لابنها إبراهيم: اعلم يا بني أنه إذا حان وقت الصلاة الجمعة حرم البيع، ولذلك عظم ثواب المبكرين إلى صلاة الجمعة. فهم إبراهيم ما قالته أمه وخرج من البيت ودخل المسجد وبكر مع المبكرين، فصلى تحية المسجد وقرأ شيئا من القرآن الكريم. وعندما قرب وقت الصلاة نادى المؤذن للصلاة وخطب الإمام، وسمع إبراهيم الخطبة مع الناس، ثم صلى الفريضة ورجع إلى بيته.